فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على اتصالاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو ظاهر ومبين على الشاشة أمامكم الآن أو يظهر بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. بقي معي سؤال واحد فقط للأخ عبد الله من الجزائر، ضاق الوقت عن الإجابة عليه. يقول بأن الدولة هناك تعمل يعني شيء لدعم وتشجيع الشباب، يعني تدفع لهم مبالغ أو قروض لدعمهم وتشجيعهم. يقول هذه يعني الجهة تتعامل مع البنوك الربوية. يقول فماذا علينا بالنسبة لنا؟ هل لنا أن نأخذ هذه القروض أم لا؟ هذا الذي فهمته من سؤال الأخ عبد الله. يا أخ عبد الله بارك الله فيك، إذا كانت الدولة تمنحكم هذه القروض، فبالنسبة لكم أنتم ليس واجبا عليكم أن تبحثوا عن مصدر هذه القروض، فلا بأس لكم إذا أردتم أن تأخذوها وأن تستفيدوا وأن تنتفعوا منها، هذا مما لا حرج عليكم فيه. الكلام على قضية أنت كيف ترد هذه القروض. فإذا طلب منك أن تردها بربا بزيادة فهذا ربا محرم، لا يجوز لك الدخول فيه ابتداء. أما إذا مثلا قالوا لك نعطيك مثلا 100,000 ترجعها 100,000 فقط، فهذه قروض حسنة ما فيها شيء يا أخ عبد الله بارك الله فيك. وإذا مثلا فرضوا بعض الرسوم، ما يسمى برسوم يعني التسجيل، رسوم الخدمة، رسوم من هذا القبيل، هذه ما في بأس إذا كانت بالمعقول، يعني رسوم بـ10 مثلا بـ5 معقول. أما أن يضعوا نسبة كبيرة فهذه تدخل ضمن الربا بارك الله فيك. نعم، تفضل أخت أمينة من أم أمينة من ألمانيا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال بخصوص صلاة، وخصوصا صلاة العشاء. فالمغرب تؤذن هنا مع الساعة 9:30، والعشاء على الساعة 11:30، والفجر تقريبا مع الساعة 3. فسؤالي هو هل يجوز لي أن أؤخر العشاء إلى قرب خروج وقتها تقريبا بنصف ساعة، يعني قبل أن يدخل وقت الفجر، ثم أصليها فأنتظر دخول الفجر فأصليه، لأنني يجب علي أن أفتقد مع الساعة 6:30 أو 7 بسبب الأولاد، والنهار يكون يعني متعب ولا يكون لي فيه وقت للاستراحة أو النوم، يعني وأريد أن أستغل وقت ما بعد المغرب يعني للاستراحة، فهذا جائز. طيب يا أم أمين، أبشر تسمعين الجواب. شكرا، مع السلامة. السلام. أهلا. تفضل أم بندر. أم بندر، أم بندر من السعودية، تفضلي أم بندر، تفضلي. تفضل أخي أحمد من العراق. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، سؤالي على الزكاة، متى تخرج الزكاة؟ بأي شهر من السنة الهجرية؟ وبالنسبة للزكاة عندنا مثلا احنا بالعراق نتعامل بالدينار العراقي، كل مليون دينار عراقي شكد عليها زكاة، يعني قد النسبة زكاة المال؟ وهل يجوز أن أعطي زكاة إلى الوالدين مثلا، أو الأخوة والأخوات وأولاد الأخوة والأخوات إذا كانوا مثلا في حاجة؟ طيب يا أحمد أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا. مرحبا. تفضل يسرى من كندا. يسرى. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أي معك الشيخ. تفضل أختي. سألتك مرة عن المشكلة في الخيل، يعني أجبتني وسمعت جوابك لبعض الأخوات، لكن المرة عندي مشكلة أخرى نفس المشكلة، يعني
يكون يا أخت يسرى الصوت غير واضح. يا أخت يسرى بارك الله فيك، احرصي على أن تقفل التلفزيون واسمعيني من الهاتف. التلفزيون والله يعني مخصوص. طيب حاولي يعني إيه، عندي تردد، ما فهمت السؤال، حاولي تعيدينه بهدوء بارك الله فيك. المشكلة اللي عندي هي قيم الحيض يعني. إيه. يعني هذه مدة 6 أشهر بتصير مني دم يعني لونه بني أو وردي قبل العادة يعني بعد الحيض 6 أيام أو 7 أيام، وبعد ذلك يعني دم عادي يعني مدة دورة 7 أيام. في هذه المدة الذي يسيل مني الدم هل هو دم حيض أم لا؟ يعني اللي قبل الدورة، ها؟ قبل الدورة بسبعة 7 أيام 8 أيام أو أقل يعني. طيب واضح السؤال يا يسرى، ابشري. يعني انا شفت الطبيب، الطبيب قال لي عيون السنابه، قال لي يعني هو مدى الخيط يعني. طيب يا يسرى ابشري ان شاء الله، تسمعين الجواب. تفضل يا مبندر. الو السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. بالله يا شيخ ابشرك، انا حجيت قبل 11 سنه. اي. حجيت مع اخويا وقطيت الجمره الاولى والثانية والثالثة عفاني عنهن، ما قطيت أنا أسأل عن أي علي شيء أو ما علي شيء. من اللي عفاكي؟ أخويا قال ارتاحي ولا أقطن، وأنا الحمد لله قادرة يعني على قطتهن عادي أروح ما في شيء، لكن عفاني وجلست ما قطيتهن ولا أسأل عنه علي شيء أو ما علي شيء. هو اللي رماها عنكي؟ إيه هو اللي رماها، أنا قطيت بس الأولى والثانية والثالثة ما قطيت. إيه هذه أي يوم؟ الثانية والثالثة والله ما أدري، ضيعت الأيام ما أدري. لكن مرة واحدة حصل ولا مرتين؟ لا مرتين ما قطيت، بس اولى الجمره الاولى قطيتها. وانت وكلتي يعني تشوفين يروح يرمي؟ هو قال لي ارتاحي وانا بقطن عنك، لانه كان يعني زحمه الحج هاك الفين. طيب. وقال ارتاحي وانا قطع عنك. طيب يا ام بندر تسمعين الجواب ان شاء الله. يلا شكرا. مرحبا. تفضل اخوي سليمان الماني. سليمان. السلام عليكم. تفضل. تفضل يا سليمان. العافيه يا شيخ. اهلا وسهلا. يا سيدي يعطيك العافيه، ونحب اسال سؤال والله اذا سمحت. تفضل يا اخي. حتى احنا العرب اللي مقيمين في المانيا في عندنا شوي مشكله بالنسبه لشهر رمضان كل سنه. اي. فيا ريت يعني يكون تحديد بالنسبه لشهر رمضان وين نصوم، يعني مع نهايه شهر شعبان ولا مع ظهور والاعلان للهلال. يعني هذه المشكله دائما احنا نوجهها، وخصوصا كمان اول بدايه شهر رمضان ونهايه شهر رمضان. يا بنعيد مع الاخوه الاتراك او بنعيد مع الدول الاسلاميه. طيب. يعني تكون توضيح يعني. طيب. كامل لهذا الموضوع. ابشر يا اخوي سليمان، ابشر ابشر. طيب اعتذر منكم، عندي الاخت ام امينه من المانيا تقول بان صلاه المغرب عندهم الساعه 9:30 والعشاء الساعه 11:30 والفجر الساعه 3:00، تسال تقول هل لي ان اؤخر صلاه العشاء الى قريب صلاه الفجر قبل ان يخرج وقت العشاء؟ وأصليها قبل الفجر بنصف ساعة ثم أنتظر صلاة الفجر وهكذا. يا أخت الفاضلة، هو الأصل أن الإنسان يبادر إلى الصلوات في أوقاتها، فالصلاة في أول وقتها، هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنتم عندكم حالة خاصة، وهو أن الليل قصير جدا وتحتاجون إلى الراحة، فلا بأس أخت الفاضلة إذا عملت هذه الطريقة التي أنت شرحتيها الآن، وهو أنك تؤخرين تنامين مثلا بعد المغرب ثم تؤخرين العشاء قبل الفجر بنصف ساعة ثم تصلينها، ثم تصلين صلاة الصبح بعد ذلك. لأن هناك قول من أهل العلم، هو قول له حظ من النظر، هو أن صلاة العشاء تنتهي بطلوع الفجر الثاني صلاة العشاء. طبعا هناك جمهور العلماء يذهبون إلى أن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل، بنصف الليل، وذاك أيضا قول له حظ من النظر، وهو قول قوي وأفتي به في هذا البرنامج وفي غيره، فيجوز لك ذلك يا أختي أم أمينة بارك الله فيك. لكن إذا انتهت الحالة وعاد الوقت كما يعني كان أول بحيث يكون الليل طويل، ترجعين إلى ما كنت عليه. الأخ أحمد من العراق يسأل عن الزكاة، يقول متى تخرج في أي شهر؟ أخوي الفاضل أحمد، الزكاة ليس لها شهر محدد بارك الله فيك. الزكاة إذا تم على المال حول كامل يعني سنة كاملة بالأشهر القمرية يكون قد وجبت على الإنسان الزكاة، ومع الشرط الآخر وهو بلوغ النصاب. فليس هناك شهر مثل رمضان أو صفر
أو محرم أو رجب، لا لا، ما في أي شيء من هذا القبيل. الشارع الحكيم علقنا بالحول، إذا حال عليه الحول، إذا مر عليها سنة كاملة، فأحيانا تكون في محرم وأحيانا تكون في مثلا ذي الحجة وهكذا. أحمد يسأل يقول كيف زكاة المال بالنسبة لنا؟ يقول نحن عملتنا بالدينار، المليون كم عليه؟ أخي الفاضل، هو الزكاة ربع العشر، ربع العشر. فأنت بارك الله فيك سألتني عن المليون، المليون بارك الله فيك فيه 25,000 دينار، المليون دينار فيه 25,000 دينار بارك الله فيك، وهكذا تحسب يعني المسألة، تخرج ربع العشر بارك الله فيك. أحمد يقول هل لي أن أعطي الزكاة للوالدين والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة والأخوات؟ أخي الفاضل، بالنسبة للزكاة ما تعطى لا للفروع ولا للأصول، يعني ما تعطي الأب والأم والجد والجدة ما تعطيهم، وأبنائك كذلك الذكور والإناث ما تعطيهم، لأن هؤلاء نفقتهم عليك واجبة، وكل من نفقته عليك واجبة لا يجوز أن تعطيه من الزكاة. عرفت يا أخ أحمد؟ إلا في حالة واحدة، وهي حالة الغرم، إذا كانوا مثلا عندهم ديون أثقلتهم وديون ما يستطيعون السداد، ممكن أن تعطيهم بهذه الصورة. أما إخوانك وخواتك وأولاد إخوانك وخواتك، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن لا تكون نفقتهم عليك واجبة، هذا الشرط الأول، لأني ذكرت لك ضابط أنا مهم، وهو أن كل شخص نفقته عليك واجبة لا تعطيه من زكاتك. الشرط الأول أن لا تكون نفقته عليك واجبة. الشرط الثاني أن يكون من أهل الزكاة، بحيث يكون فقير أو مسكين أو غارم مثلا، يكون من أهل الزكاة، ما تعطي كل قريب، لا، إنما يكون من أهل الزكاة. يا أخي أحمد بارك الله فيك. أي نعم. بالنسبة لي يعطون، يقال هذه من الزكاة، تعطيهم فتقول هذه من الزكاة، بارك الله في الجميع. يسرى من كندا تقول عندها مشكلة في دم الحيض، تقول من 6 أشهر تقريبا ينزل عليها دم بني أو وردي تقريبا 6 أيام أو 7 قبل الدورة، ثم بعد ذلك تنزل عليها الدورة مدة 7 أيام الدم المعروف العادي، تشكو تقول هذا هل هو من الدورة أم لا؟ أختي الفاضلة، الكدرة والصفرة واللون الوردي واللون البني والخيوط هذه اللي تنزل قبل العادة أو بعد العادة ليست بشيء، يعني لا تعتبرينها من الحيض ما دام أنه دم غير صريح، يعني كدرة أو صفرة أو ألوان هذه اللي ذكرتيها، أو ينزل خيوط قبل الدورة بفترة مثل 6 أيام أو 7، أو بعد الدورة بعد ما ترين الطهر، والطهر يعرف بشيئين، بالجفاف وهو النقاء التام، ويعرف بالقصة البيضاء التي تعرفها النساء. أما اللي ذكرتيها هذه ما هي مشكلة عندك بارك الله فيك، هذا أمر سهل، ولذلك لا تلتفتين إليه، تتوضئين لكل صلاة يا أخت يسرى بارك الله فيك. أم بندر من السعودية تقول حجيت قبل 11 سنة وكانت مع أخوها، تقول والجمرة رميت الجمرة الأولى والثانية، تقول الثالثة بسبب الزحام وكذا قام أخي فأناب عني في رمي الجمرات، تقول ما الحكم في ذلك؟ يا أختي أم بندر، الجواب ما عليك شيء، حجك صحيح والرمي صحيح، لكن أخوك أخطأ الله يهديه، المفترض كان مخليك ترمين، ما دام اللي يقدر على الأولى والثانية يقدر على الثالثة، كان الأفضل أنه مخليك تكملين، وما في داعي أنه يخاف عليك هذا الخوف الغير مبرر. بعض الناس عنده خوف غير مبرر يمنع الحريم من أنهم يرمون يمارسون أعمال وشعائر الحج، يقول خوف عليهم. طيب هي رمت الأولى ورمت الثانية، وش اللي يخليك تمنعها من الثالثة؟ والزحمة موجودة في كل مكان، والإنسان اللي يختار الوقت المناسب واختار الزمن المناسب والمكان أيضا، يجيها من مكان مناسب، يقدر يرمي الحمد لله من دون ما يتسبب عليه شيء من الضرر. عموما يا أم بندر ما عليك شيء، وحجك صحيح والرمي اللي رميتيه صحيح والحمد لله. طيب بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. حياكم الله من جديد. تفضلي أخت سورية من فرنسا. سورية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في هذا السنة المنصرمة حجيت مع مجموعة من النساء والإمام
ديال المسجد اللي كنصلوا فيه هنا في فرنسا هو اللي تكلف، هو اللي قال لنا بان حجكم غيكون صحيح واخا ما عندكمش محرم. ايه ومشيت وحجيت وجيت، واش هذا حج صحيح ولا لا؟ طيب يا سوري، عندك سؤال ثاني؟ لا شكرا، حياكم الله. تفضل آدم من أفريقيا. آدم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا آدم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضل. ما معنى الحكم قبر في رمضان عقبا؟ ما معنى؟ ما معنى الإنسان إذا فضل في رمضان عمدا؟ إيه؟ ما معنى الحكم؟ نعم نعم. هذا سؤال، شكرا. أهلا وسهلا. تفضل يا أم عمر. أم عمر من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أختي. تفضلي. لا، في شهر رمضان لما كنت صايمة نخاف ما نمضمضش في الوضوء للصلاة. إيه. ما نمضمضش، نخاف الماء يدخل في فمي، ما نمضمضش بك. إيه. ما نمضها ما نديهاش. إيه. طيب سؤال ثاني. واضح. لا يعني. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. طيب تسمعين إن شاء الله الجواب. تفضل أحمد من كندا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاثة أسئلة. صلاة العشاء تنزل أو تنخفض من 15 دقيقة إلى 7 دقائق 8 دقائق في رمضان، يركزون على ويتجاهلون يسرعون في صلاة العشاء في رمضان، الرجاء التنبيه على هذا الأمر. يعني قصدك يعني صلاة العشاء يقصرونها؟ يستعجلون بها ليس يقصرونها. يستعجلون. يستعجلون بها على أساس أنه يحصلون التراويح. طيب. السؤال الثاني. عندما تنتهي صلاة العشاء ترى أن نصف المسجد يقوم وينزل، الصلاة لم يحصل الصلاة المصلين. طيب. السؤال الثاني. الستر، من ستر مؤمنا مسلما ستره الله يوم القيامة، ما نوع الستر؟ كيف يستر؟ هل يستر المعصية؟ تدخل المعصية ضمن الستر؟ أم هناك ستر محدود؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كيف يهجر الفتنة؟ وفي أي زمان يهجر الفتنة المؤمن؟ جزاكم الله كل خير. أهلا وسهلا يا أحمد. تفضل أخي مبين من إيران. مبين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، مرحبا. الله يسلم شيخنا. والله كل إيرانيين وكل من أهل السنة جميعا يحبونهم يا شيخ. جزاك الله خير، أحبكم الله جميعا، جمعنا وإياكم على طاعة المرضات. كل 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 من أشخاص الذين كانوا من أهل السنة الجماعة واللي يشوف المناطق الحدودية من إيران كلهم يحبون الشيخ حرما كثيرا شيخ. جزاك الله خير، أحسنت يا أخي، بارك الله فيك. الله يسلم شيخ، الله يبارك فيك، الله يخليك. شيخنا بس لو حضرتك عندي سؤال من هذا الموضوع، قضية بعض الآيات في القرآن في شأن الصحابة. إي. يعني كثير من الآيات التي موجودة في القرآن، يعني في سورة الحجرات قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا. نعم. يعني كيف الله سبحانه وتعالى يعني يسمي هذا الصحابي، يعني والله شو اسمه هذا الصحابي الذي قال سبحانه وتعالى هو فاجر؟ نعم. يعني بعض الروافض يقولون أنه كان صحابي يسمي بالفاجر، كيف هو صحابي وهو عند النبي وهو من الصحابة وهو الذي كان رضي الله سبحانه وتعالى عنه، كيف يكون هذا الصحابي الجليل ويسمي الله سبحانه وتعالى بالفاجر؟ طيب. أو لا طعنوا في أرض الصحابة يا شيخ. طيب هذا له جواب الحمد لله. عندك سؤال آخر أخ مبين؟ طعنوا في أرض الصحابة. نعم. عندك سؤال آخر أخ مبين؟ لا 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 شيخ، والله يا شيخ
كل الإيرانيين يحبون أن يحبون. الله يبارك فيك. إن شاء الله تسمع الجواب، إذا تمكننا اليوم الحمد لله ستسمع الجواب، وإن لم نتمكن سيكون غدا بإذن الله. طيب تفضل يا عزوز. عزوز من هولندا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ما موجودة واحد شجرة في القرية التي نسكن فيها في المغرب. عزوز ما أسمعك زين أخي الفاضل، أعد السؤال. يذهبون بعد النساء، موجودة شجرة في المغرب في القرية التي نسكن فيها في المغرب، يذهبون بعد النساء إليها ويظنون أنها تذهب عنهم بعض الأمراض ويعلقون فيها بعض القاعدة في الشجرة. هذه إيش المكان الذي يذهبون إليه؟ موجودة شجرة في المغرب. شجرة؟ القرية التي نسكن فيها. شجرة؟ نعم. الله المستعان، الله المستعان. شيخ هل يجوز لي أن أقطع تلك الشجرة أم لا؟ طيب يا عزوز. شكرا يا شيخ. طيب، 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 ما الآن عندي الأخ. الأخ سليمان من ألمانيا يسأل عن، يقول عندنا هناك في ألمانيا تتكرر كل سنة قضية بداية رمضان بداية العيد، يعني شيء من هذا القبيل. يقول نحن يعني مضطربين في هذا المسألة، ما العمل وما الحل في مثل هذه القضية؟ يقول أحيانا نصوم مع جهة وأحيانا نفطر مع جهة وهكذا. يا أخ سليمان والله هي الأصل القضية سهلة جدا، لكن الناس هم الذين عقدوها. النبي عليه الصلاة والسلام علق دخول الشهر وخروجه بالرؤية، قال عليه الصلاة والسلام في أكثر من وجه صح عنه في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي السنن الأربعة وفي مسند أحمد في موطأ، ما كل هذه روت الأحاديث، كل هذه الكتب روت هذا الحديث، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30 يوما. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، وخنس في إصبعه في الثالثة قال وهكذا، وفي الثالثة قال، وفي المرة الأخرى قال هكذا وهكذا، يعني 30 أو 29 يوم. والرؤية هذه يعني يستطيعها كل أحد، فالفلاح في مزرعته يستطيع أن يرى القمر، والراعي مع غنمه يستطيع أن يرى القمر، والحاضر في بلدته يستطيع أن يرى القمر. وليس العبرة جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما شهر رمضان يدخل برؤية شخص واحد فقط، وأما خروج الشهر فبشخصين عدلين فقط. فالمسألة جدا سهلة، لكن للأسف يعني الناس هم الذين عقدوها. الشريعة جاءت بالدعوة إلى الاجتماع والائتلاف، وجاءت بالدعوة إلى الاقتراب، والدعوة إلى نفي كل ما من شأنه أن يجعل المسلمين مختلفين. لكن وللأسف نحن بأنفسنا نسعى إلى الخلاف، نسعى إلى الاختلاف، نسعى إلى التفرق. ولذلك لو اعتمد الرؤية الحمد لله انتهت، شخص واحد من المسلمين عدل، كما في حديث عبد الله بن عمر ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي فقال أذن يا بلال، يعني أعلم الناس بأن غدا رمضان. المسألة والله سهلة جدا سهلة، إلا أن الناس يعقدونها، وللأسف يعني تصنع، تقام مؤتمرات وتقام ندوات على قضية ما تحتاج. والله المسألة هذه ما تحتاج. الآن قضية الفلك ما يعرفه إلا خواص من الناس، والشريعة ما تدعو إلى أن تخصص مثل هذا. هي لو جاء أعرابي مثل جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده، قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله رأيت الهلال البارح، قال رأيت الهلال فأذن بالصوم. فأنتم يا أخي الفاضل حاولوا مع المراكز الإسلامية التي عندكم قدر المستطاع أن تكونوا أمة واحدة، أن تجتمعوا. فإذا كانت الجهة تعتمد الحساب خلكم معهم تحقيقا لمقصد الشرع من الاجتماع، إذا كانوا يعتمدون الرؤية خلكم معهم، والأصل هي الرؤية. بارك الله فيك يا أخ سلمان. سورية من فرنسا تقول بأنها السنة الماضية حجت مع مجموعة من النساء بناء على فتوى إمام المسجد الذي عندهم، تقول ما أدري عن حجتي هل هي صحيحة أم لا. يا أخ سورية اطمئني، الحجة صحيحة والحمد لله، الحجة صحيحة والحمد لله، اطمئني من هذا الجانب. لكن ارتكبتم خطأ حينما ذهبتم من دون محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم،
هناك قول عند البعض الفقهاء بأنه يجوز أن تذهب مع رفقة آمنة، هذا قول يعني مشهور ومعروف في بعض المذاهب، لكن الحق مع الدليل. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فماذا قال له النبي؟ قال: حج مع امرأتك، اترك الغزو، اترك ما حصل من كتابة وحج مع امرأتك. هذا دليل صريح على أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المحرم من الاستطاعة، وهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، أن المحرم من الاستطاعة، فتكون الاستطاعة عنده مالية وبدنية والمحرم. فعلى العموم حجك صحيح، واستغفر الله من هذا الأمر، واطمئني طمأنينة كاملة بأن الحج الحمد لله صحيح. آدم من أفريقيا يسأل يقول: ما حكم الإنسان الذي يفطر متعمدا؟ يا أخي الفاضل، الذي يفطر متعمدا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولعظيمة من عظائم الآثام، وفعله فعل شنيع والعياذ بالله، فالصيام من أفضل الأعمال. يقول تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وجاء في الحديث الذي يذكره أهل العلم وهو محل نظر من جهة الإسناد: من أفطر متعمدا لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك الواجب على من أفطر متعمدا التوبة إلى الله، ما يكفرها لا عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا ولا أي شيء من هذه الأشياء، لأن الذنب عظيم. ولذلك الذي عليه هو التوبة، والتوبة الإقلاع عن المعصية هذه، والندم الشديد على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها، وأن يكثر الإنسان من قول: أستغفر الله وأتوب إليه. وإذا كان صاحب مال يتصدق، لعل الله عز وجل يغفر له ما سلف وكان، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلعل هذا الذنب يكون سبب من أسباب قربه من الله، لأنه ربما ذنب، ربما يكون ذنب يدخل صاحبه الجنة، لأنه يندم ويتأسف ويتألم، تجد يتصدق وينفق ويبكي ويستغفر، فيكون هذا سبب من أسباب قربه إلى الله تعالى. يا أخ آدم بارك الله فيك. أم عمر من ليبيا تقول: بالنسبة لشهر رمضان ما أستطيع أن أتمضمض خوفا على الصوم. يا أختي أم عمر، أخطأت في هذا بارك الله فيك، أخطأت. المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل في أصح قولي أهل العلم، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يتمضمض ويستنشق. والفم له حكم الظاهر، يقول العلماء الفم له حكم الظاهر، ولذلك الصائم من دون مضمضة يجوز أن يضع الماء يرطب لسانه وفمه، لأن هذا له حكم الظاهر، بشرط أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط بن صبرة، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني إذا توضأت بالغ في الاستنشاق، اجعل الماء يدخل الخياشيم، إلا أن تكون صائما لا تبالغ، تمضمض واستنشق. فيا أختي أم عمر، لا تفعلين هذا الفعل، تمضمضي واستنشقي مضمضة عادية، لا تدخلين إلى جوفك، مضمضة أدير الماء في فمك ثم مجيه، الاستنشاق كذلك وأنت صائمة. فالمضمضة والاستنشاق واجبان في رمضان وفي غير رمضان وفي كل وقت بالنسبة للوضوء والغسل. أحسن الله إليك، والحمد لله الذي جعلك تسألين حتى تتفقهين في دينك، وهذا حقيقة من واجب المسلم. إذا أشكل عليه أمر لا يجتهد من عند نفسه ولا من رأيه، لا، يسأل أهل العلم، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخوي أحمد من كندا، انتهى الوقت طبعا، والأخ مبين من إيران، وعزوز من هولندا، يعني أعتذر منكم، الوقت خلاص انتهى، غدا إن شاء الله بإذن الله استفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتكم. أشكر في ختام هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاذة وزملائي في الاستوديو على إسهامهم بنقل هذا اللقاء، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء على المتابعة، وإلى لقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
واجعل لي لسان صدق في الآخرين.